السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رحب فيكم في محاضرة جديدة من محاضرات مساق تكنولوجيا الوسائط المتعددة وتأليفها. في المحاضرات الماضية تحدثنا عن عدد العناصر الأساسية المكونة لأي مشروع مالتي ميديا أو لأي مالتي ميديا بروجكت. طبعا حكينا في البدايات في شابتر 1 مقدمة عامة عن المالتي ميديا واستخداماتها وعناصرها ومزاياها وعيوبها. حكينا في شابتر رقم 2 عن أول عنصر وأبسط عنصر من عناصر المالتي ميديا. بعد هيك انتقلنا لعنصر، طبعا حكينا عن الإيمج أو في البداية عن التكست، بعدين انتقلنا لعنصر الإيمج، والآن إن شاء الله تعالى رح نبلش في العنصر الثالث والخاص بالأوديو. طبعا احنا من الأساس حكينا عناصر المالتي ميديا 5: تكست والإيمج والساوند، وبعدين حكينا الانيميشن والفيديو، وممكن نضيف عليهم الانتر اكتف مالتي ميديا او المالتي ميديا التفاعلية. في نهاية هذا التشابتر ان شاء الله تعالى يعني راح نكون يعني قادرين على وصف العناصر الاساسية للصوت، وصف كمان يعني كيف احنا بنقيس الصوت، ايش الادوات او ايش وحدات القياس الخاصه بالصوت، ايضا كيف احنا او كيف الديجيتال اوديو بيتسجل وبيتعالج وبيتعدل في جهاز الحاسوب. وبشكل عام يعني احنا رح نيجي على الديجيتال اوديو وعلى موضوع الايديتنج وعلى موضوع النويز اللي بيكون موجود فيه، كيف جهاز الحاسوب او كيف البرامج بتحدده، كيف بتتعامل معه بشكل عام. طبعا هذا الكلام يعني حيكون مقدمة للصوت. في الفصول القادمة إن شاء الله تعالى راح يكون معكم مساق خاص بالصوت، وحنحكي فيه بشكل أوسع وأوضح عن عناصر كتير من عناصر الصوت. الآن بخصوص الصوت، في عندنا بعض المصطلحات او في عندنا مصطلح اسمه اكوستكس. اكوستكس هذا يعني بشكل عام هو علم الصوتيات، وهو عبارة عن فرع من فروع علم الفيزياء. الاكوستكس او علم الصوتيات عبارة عن فرع من فروع الفيزياء اللي بيدرس الصوت، تمام، وخصائص الصوت: sound pressure level, loudness or volume are measured in decibels. يعني لما بدنا احنا ندرس خصائص الصوت، شدته، يعني نحكي اللاودنس تاعته او ضخامة الصوت او انتشار الصوت، وحدات قياس الصوت، هذا كله بيندرج تحت علم واحد، هذا العلم اسمه acoustics. sound is energy. يعني احنا نيجي نحكي عن الصوت، الصوت هو عبارة عن طاقة. وطبعا يمكن احنا بنعرف هذا الكلام لما الصوت الانالوج، الصوت العادي في الطبيعة، احنا مثلا انا الان بحكي، اللي بكون مقابل الي وسامعني اللي بيصير عنده هو عبارة عن تخلخلات وتطاغطات في الهواء الجوي بترددات معينة تلتقطها الاذن وبتنتقل عبر طبلة الاذن الى القوقعة والى وتتحول يعني اشارات عصبية كهربية تنتقل للدماغ على اساس انه يدرك هذا الصوت. الان التخلخلات هذه اللي بتكون او بتحدث في الهواء الجوي لا يمكن ان تحدث الا من خلال طاقة. يعني انا ما بقدر الان انا اعمل اي حركة لاي عنصر، لو ورقة بدي احركها من مكانها، تحريك هذا هو عبارة عن طاقة، انا قمت بادائها تمام ومنحة لهذه الورقة عشان أنا أنقلها من مكان لمكان. تحريك الهواء الجوي عادة في الطبيعة أيضا بيكون من خلال طاقة، تمام. فالآن الصوت هو عبارة عن طاقة، الطاقة هذه بتقوم بخلخلة الهواء الجوي، بتعمل فيه تضاغطات وتخلخلات. وطبعا شيء متعارف عليه أن الصوت لا ينتقل في الفراغ على عكس الضوء، الضوء ينتقل في الفراغ، أما بالنسبة للصوت محتاج وسط دائما
ينتقل فيه، سواء كان هذا الوسط صلب أو كان سائل أو كان الهواء الجوي غازي. لكن عادة والشائع أكثر أن الصوت ينتقل عبر الهواء. فبالتالي sound is energy، الصوت عبارة عن طاقة. And too much volume can permanently damage the receiving mechanism behind your eardrums. وهنا يعني عشان نفهم هذه العبارة بنحكي مثال. لو كنت أنا قاعد نفترض في حفلة وصاخبة هيك شوية فيها سماعات كبيرة والصوت مستمر وعالي جدا، فبالتالي too much volume يعني صوت عالي جدا، صوت ضخم جدا، ممكن بشكل دائم يوصل لحالة من نحكي ضرر أو خلل في الجهاز السمعي لدى الإنسان. فممكن إيش يعمل؟ damage the receiving mechanism behind your drum، يعني ممكن يخرب ويدمر آلية السمع لدى الإنسان. ليش؟ لأنه هذه عبارة عن طاقة كبيرة ومستمرة بتأثر على طبلة الأذن وبتأثر على الإشارات الكهربية والعصبية اللي موجودة بتطلع من الأذن وبتتوجه للدماغ، فبالتالي ممكن تعمل خلل دائم. فبالتالي عشان هيك بس نختصر الموضوع إنه sound is energy، هذه عبارة عن طاقة. وإحنا طبعا بنحكي sound الآن بنحكي عن الأنالوج sound، يعني الصوت اللي موجود في الطبيعة، صوت الإنسان مش المسجل، تمام؟ الصوت الهواء، صوت العصافير، أي صوت إحنا بنسمعه في الطبيعة هذا بنسميه أنالوج، صوت تماثل اللي بيكون على شكل موجات. تعريف الصوت: sound is a continuous wave that travels through the air. يعني هي الصوت عبارة عن موجات continuous، موجات متصلة. وهذه موضوع الcontinuous شغلة مهمة جدا في الصوت، لأنه بعد هيك حنشوف إنه الديجيتال مش continuous. أما الآن بالنسبة للساوند الأنالوج هو عبارة عن continuous، موجات مستمرة بتنتقل travels عبر الهواء الجوي، يعني ما بتنتقل في الفراغ أبدا. Sound is the quickly varying pressure wave traveling through a medium. وهنا تعريف أشمل وأعم للصوت، هو عبارة عن التضاغطات varying. Varying pressure يعني الاختلاف في الضغط، اختلاف في ضغط الهواء الجوي بشكل سريع quickly. بينتقل زي ما حكينا عبر وسط. الآن هنا عشان الموضوع أعم، في التعريف اللي قبل حكينا عبر الهواء الجوي، لكن هنا بنحكي عبر medium، عبر أي وسط سواء كان سائل أو صلب أو غازي. When sound travels through the air, the atmospheric pressure varies periodically. يعني لما الصوت ينتقل عبر الهواء الجوي، الهواء هذا اللي حواليا الاتموسفيريك بريشر ضغطه بيختلف، varies periodically يعني بيختلف بشكل دوري، يعني بصير في تضاغطات وتخلخلات لكن بشكل دوري، في موجات كامله. هذه بنسميها بشكل دوري، يعني في دوره كامله، الموجه بتطلع وبتنزل وبترجع لهذا الخط وبعدين بتطلع وتنزل بمقادير مختلفه لكن تكمل هذه الدورات. The number of pressure variations per second is called the frequency of sound. وهنا بدنا نبدا في اول مصطلح اللي ضروري جدا نفهمه بشكل واضح عشان نقدر نفهم بعد هيك وحدات قياس شدة الصوت وكيف احنا بنتعامل مع الصوت سواء كان انالوج او ديجيتال. في عندي تردد الصوت. طبعا احنا بالنسبة لنا بشكل عام مصطلح التردد بنختصره عادة او بنعرفه هو عدد الدورات في الثانية. يعني بشكل بسيط جدا، لو كان في عندي انا مروحة في السقف، وهذه المروحة بتلف مثلا نفترض 100 لفة في الثانية، هذا بنسميه التردد، انه وين بتبدأ اللفة هنا وبتخلصها، كم مرة بتلف هذه اللفة في الثانية الواحدة، هذا يسمى التردد. طيب في مثلا الكهرباء، الطاقة الكهربية ترددها عادة بيكون 50 بنشوف ل60، وفي وحدة تمييز بعدها هيرتز، تمام؟ معامل التمييز اللي هو اللي بنسميه هيرتز. ايش يعني؟ يعني هذه الكهرباء بتيجي وبتروح 50 مرة ل60 مرة في الثانية الواحدة، فهذا هو التردد. عشان هيك التردد هو الفريكوانسي
ويقاس بوحدة الهيرتز، وهو عبارة عن عدد الدورات في الثانية. طيب بالنسبة للهواء الجوي، أو بالنسبة عفوا للصوت اللي بينتقل عبر الهواء الجوي، the number of pressure variations، الاختلافات في الضغط. يعني الآن إجا الضغط هيك كتير، وبعدين إجا قليل، وبعدين كمل دورة ثانية. هذا الاختلاف في الضغط يعني أن الصوت بيتحرك هيك على شكل موجة، بتروح وبتطلع وبتنزل. أكم موجة عندي في الثانية بشكلها الصوت، هذا بنسميه التردد. يعني أنا في عندي هنا خط، هذا الخط الزمن، تمام؟ هذا خط الزمن، وهذا الخط هو اللي بده يقيس الموجة. فبالتالي في الثانية الواحدة، كل واحد ثانية واحد سكند، أكم موجة تشكلت عندي من هذا الصوت بنسميه تردد الصوت. وحدة قياسه نفس وحدة قياس أي تردد بنعرفه، هو الهيرتز. هذا بشكل بسيط الهيرتز، لكن عشان الصوت تردداته عالية فممكن احنا نحكي وحدة قياسه الكيلو هيرتز. كلمة كيلو أو ميجا أو جيجا هيرتز هي عبارة عن تمييز، وكان أنا بحكي ألف. يعني لما أحكي أنا 3 كيلو هيرتز يعني 3000 هيرتز. and is measured in hertz cycle per second، زي ما حكينا بيتم قياسه بالهيرتز، والهيرتز هو السايكل بير سكند، عدد الدورات في الثانية. بالتالي زي ما حكينا انه في عندنا خط الزمن، في عندنا موجة، كل ما تكتمل الموجة صعودا وهبوطا هذه تعتبر موجة واحدة، أكم موجة اكتملت في الثانية الواحدة هذا يسمى التردد. The generally accepted standard range of audible frequencies for a human is 20 to 20,000 هيرتز. يعني بحكي لي انه بشكل عام الترددات اللي بيسمعها الانسان وبتلتقطها اذنه بتكون من 20 ل 20,000 هيرتز. يعني الانسان فقط بيسمع الترددات اللي من 20 هيرتز لعند 20 كيلو هيرتز. 20,000 يعني 20 كيلو هيرتز. طيب يعني الآن لما يكون في عندي تردد منخفض، وحنعرف إيش يعني تردد منخفض وإيش في أمثلة عليه. تردد منخفض عند قيمته 20 بيسمع الإنسان، وبيضله يسمع لما يصير التردد 20,000 20 كيلو. الترددات الأعلى من هيك ترددات مزعجة جدا والإنسان ما بيسمعها. الترددات الأقل من هيك أيضا الإنسان ما بيسمعها. وطبعا هذا من رحمة ربنا فينا إنه إحنا الأصوات العالية، في كتير أصوات عالية ومزعجة في الطبيعة وعادة إحنا ما بنسمعها، تمام؟ لكن في شغلة بدنا ننوه لها، إنه تختلف حساسية الأذن من إنسان لإنسان. يعني لو إحنا شغلنا صوت، ممكن إنسان لعند ما يصير 15 كيلو هيرتز التردد، بعد هيك يبطل يسمع. إنسان تاني ممكن يوصل لل 20 كيلو، لكن مش كلنا بنوصل لل 20 كيلو هرتز في السمع. وكتير ناس يعني مثلا احنا بنكون قاعدين جنب بعض، حدا بيحكي أو صوته بيطلع، فلان سمع فلان ما سمعش. هذه بترجع لعدد من العوامل، من ضمن هذه العوامل تردد الصوت. وتردد الصوت زي ما قلنا هذا النطاق المسموع، زي ما حكينا قبل هيك في الضوء، النطاق المرئي الفيزبل لايت من 400 ل 600 نانو. هنا ايضا في عندي نطاق مسموع من الصوت، وطالما في نقاط او نطاق مسموع من الصوت معناها في عندي الترا ساوند، في عندي الموجات فوق الصوتيه، وفي عندي الموجات تحت الصوتيه، تمام؟ زي ما قلنا في الضوء في عندي موجات الفوق البنفسجي والأشعة تحت الحمراء، ايضا في الصوت موجات فوق البنفس موجات فوق صوتيه وموجات التحت صوتية. طبعا احنا يعني بالمناسبة بنحكي انه الموجات التحت صوتية من اقل من 20 هيرتز لعند 1/10 هيرتز تستخدم لمراقبة الزلازل. يعني لما يكون في عندي ترددات صوتية اقل احنا ما بنسمعها، بتكون حاصلة في جوف الارض، وفي انتقالات للصوت لما يكون في زلزال بده يجي، ومن خلالهم هم بيترقبوا او بيتنبؤوا بالزلازل. يعني هذه احدى تطبيقات الموجات التحت صوتيه. اما بالنسبه للموجات الفوق صوتيه الالترا ساوند،
عادة تستخدم في النطاق الطبي لإنتاج صور لهياكل الجسم، مثلا معلومات مهمة في التشخيص عن في عدة أمراض. يعني هذا مصطلح الألترا ساوند عادة إحنا بنسمعه في المجال الطبي أكثر. طيب الآن بدنا نيجي نفصل شوية في الصوت، وهذا الكلام وهذا التفصيل كله بده يودينا في النهاية إنه نفهم الديجيتال أوديو، لأنه إحنا الآن بنتعامل مع ديجيتال اوديو، لكن عشان نفهم كيف بيتخزن وكيف بيتعالج في جهاز الحاسوب لازم احنا نكون فاهمين كل المصطلحات الخاصة بالانالوج ساوند. في عندنا مصطلح اسمه ويف سايكل. A cycle is defined as a single change from up to down to up or as a change from positive to negative to positive. وهذا الكلام من شوية حكينا انه انا عندي خط الزمن هيو بالتايم بالسكند، وعندي هذه هي عبارة عن السايكل الدورة. تمام، الدورة هذه بتبدأ from، لو احنا طلعنا هنا from up to down to up، from up to down to up، هذه تسمى موجة، or from positive to negative to positive، لما ترجع تاني positive to negative to positive، هيك هذه بنسميها موجة كاملة. طيب الآن لو طلعنا على هذه الموجة عندي التايم بالسكند، التايم بالسكند نفترض انه كله هاي لحظة 0 2 من 10 4 من 10 6 من 10 عند 1، 1 ايش؟ 1 سكند، هذا التايم كله ثانية واحدة في موجة واحدة، فبالتالي تردد الموجة هذه هو 1 هرتز، لأنه في الثانية كلها فقط موجة واحدة. لو جينا على هذه الموجة، هذه الموجة فيها خمس ثواني، تمام؟ أو عفوا هي ثانية واحدة، هي ثانية واحدة، هيها نفس الموجة 0 2 من 10 4 10 عند ثانية، لكن فيها خمس موجات. هاي الموجة الأولى 1، تمام؟ هاي الموجة الثانية 2، الموجة الثالثة 3، الموجة الرابعة 4، الموجة الخامسة هي 5، فبالتالي الثانية الواحدة فيها 5 موجات، فالتردد 5 هرتز. يعني بنأكد احنا على مصطلح انه التردد في الثانية، فالزمن دائما احنا اللي بنقيس فيه التردد زمن ثابت هو ثانية واحدة. طيب نيجي هنا نشوف، عندي التايم هنا متغير، أو عفوا التايم ثابت لكن التردد متغير، بيبدأ من 1 2 3 4. لاحظوا كل ما زاد التردد بتزيد التضاغط، بتصير الموجة نطاقها ضيق. تمام، عشان هيك لما احنا نيجي هنا نحكي انه هذه الموجة هاي فريكوانسي وهذه الموجة لو فريكوانسي، كيف عرفت؟ عرفت انه انا من المسافة من هنا لهنا مسافة ضيقة، تمام، فبالتالي حتقطع حال او الموجة في الزمن الواحد حيكون فيها موجات كتير، الثانية الواحدة حيكون فيها اكتر من موجة. ليش؟ لانه النطاق تبعها ضيق، اما بالنسبة لهذه نطاقها واسع، تمام، فبالتالي في نفس المدة مش حيتشكل موجات كتير. ها، اما لما يكون نطاقها ضيق في نفس المدة حيتشكل موجات كتير، فبالتالي كل ما قل أو قلت المسافة هذه اللي حنعرف الآن إيش مصطلحها وإيش معناها، كل ما قلت هذه المسافة معناته التردد بيكون أعلى، كل ما زادت معناها التردد بيكون أقل. طيب الآن هنا بدنا يعني شوية نفصل المسافة هذه اللي حكينا فيها من شوية، اسمها wave length أو الطول الموجي. طول الموجة لا يقاس رأسياً، طول الموجة يقاس أفقيا. طول الموجة كل ما زاد الطول الموجي، كل ما زاد معناته التردد بقل، زي ما حكينا من شوية كل ما زاد الطول الموجي معناته في الثانية الواحدة حيكون في عندي عدد موجات أقل، معناته التردد أقل. كل ما قل الطول الموجي معناته حيزيد التردد. فالآن الـ wavelength is the distance between similar points on two back-to-back waves، يعني الطول الموجي هو عبارة عن المسافة بين أي نقطتين متماثلتين في الموجة، يعني من هنا لهنا أو من هنا لهنا أو من هنا لهنا.
كل هذا يسمى طول الموجة، وكل هذه المسافات حتكون عندنا متساوية لأنه فيها تماثل من هنا لهنا، من قاع لقاع، من قمة لقمة. طيب هل هذا الطول الموجي دائما بيأثر فقط على التردد؟ طول الموجة علاقته المباشرة بالتردد، وقلنا احنا من شوية ان التردد اللي بنسمعه من 20 ل 20 كي، هذا التردد المسموع الأودبل لدى الإنسان. فال 20 كي حيعطيني طول موجي صغير، هيك حيكون الموجات متراصة جدا جدا جدا. أما ال 20 حيعطيني موجات واسعة. طيب الامبليتيود، وهذه النقطة اللي احنا بنشعر فيها عادة لما مثلا بنكون مشغلين الراديو او الجوال وعلي الصوت، بنحكي احنا علي الصوت، علي الصوت معناته زيد سعة الموجة. هنا احنا قلنا طول الموجة، تمام، اما هنا بنحكي سعة، سعة الموجة اللي هي المسافة الرأسية، هذه المسافة هي الامبليتيود. is the height of the wave and often related to power. يعني لما أزيد أنا سعة الموجة، زي لما أنا أعلي الصوت، لما أعلي الصوت هذه الموجة الطبيعية، رحت عليت الصوت حأجي أعمل الموجة زي هيك، أزيد الباور تبع الموجة، أزيد الباور تبع الموجة، لكن ما بزيد اللي هو الويف لينث. لما أنا أعلي الأمبليتيود، الأمبليتيود له دخل في السعة. طيب السعة هي عبارة عن الباور. طيب إيش الباور؟ لما احنا نكون موطين الصوت تبع الجوال بيكون سعة الموجة قليلة، لكن طول هالموجة نفسه. لما نعلي الصوت معناته انا اعطيت طاقة اكتر، وانتو عارفين بعلي الصوت معناته انا بدي بطارية اعلى، بطارية يعني حتخلص اسرع. ليش؟ لانه حيعطي السماعة او حيضخم الصوت ويطلع لي صوت اعلى، فبالتالي الباور اللي اخذ الصوت حيكون اعلى، وهذا حيعطيني سعة موجة اعلى، وحيوصل لي الصوت لمسافة أبعد. فالأمبليتيود له علاقة مباشرة باللي احنا بالعامية بنحكي انه علي الصوت او اخفضه. اما بالنسبة للويف لينث علاقته المباشرة هي مع التردد فقط. عشان نفهم الموضوع هذا اكتر، بحكي لي انه the sound او the sounds produced by drums have much lower frequencies than those produced by a whistle. عندي هنا درم، الطبلة، الطبلة صوتها عالي جدا لكن ترددها منخفض، يعني مش دائما بده يكون صوت عالي معناته تردد عالي، لا، الطبلة ترددها منخفض لكن صوتها عالي، فبالتالي الويف لينث، احنا قلنا تردد منخفض معناته ويف لينث واسع، تردد منخفض ها بالشكل هذا معناته ويف لينث عالي، تمام. اما بالنسبه للامبليتيود معناها انه بتوصل صوتها لمسافه بعيده، كل ما زاد الامبليتيود معناته انا بوصل صوت لمسافه بعيده. واحنا بنعرف الدرم لما الشخص اللي بده يطبل عليه حيضرب بقوه، تمام، يعني حيعطي باور عالي بايده عشان يوصل الصوت لمسافه ابعد، لكن لو ضرب ببطء او بطاقه قليلة معناته الصوت الطبلة مش حيتجاوز أمتار حواليه. طيب نيجي للعصفور، مين صوت أعلى؟ الصوت الأعلى صوت الدرم، هو اللي بوصل لمسافات أبعد لكن تردده منخفض. أما بالنسبة للعصفور بنطلع تردده عالي، موجاته صغيرة بتزن في الدان زي ما بنحكي يعني، تمام، لكن صوته ما بوصلش لمسافات بعيدة كتير، يعني صوت الطبلة بتوصل أبعد لكن صوت العصفور بيكون تردده عالي. أما اللي هو يعني عفوا تردد عالي، اما بالنسبه لصوته الباور او الامبليتيود بيكون منخفض. طيب هذا الكلام انا بدنا نشوفه هالوقت في فيديو، تمام، يمكن شويه يكون مزعج لنا بخصوص الصوت يعني الموجود فيه، لكن عشان نفهم الموضوع ونجمع كل التفاصيل اللي احنا حكيناها من بدايه المحاضره، نطلع على هذا الصوت. هذا الفريكوانسي تبعه 20 هرتز، تردده 20 هرتز. لو انا شغلت ممكن انا ما اسمعوش. الان التردد عماله بيزيد التردد. ونطلع على الموجه، كل ما زاد التردد هلاحظ انه الموجه بتصير متضاغطه اكثر،
والصوت انا بالنسبة الي لحتى الان مش مسموع، ممكن يكون شخص اخر سامع، رغم انه احنا حكينا بنسمع من 20، لكن هيو انا بالنسبة لنا وصل 50 60 ما سمعناه، ما سمعناه، لكن بنلاحظ الفرق. هذه لاحظوا كيف الموجة اكتملت هنا، لكن هنا بالاول كيف الموجة لسه ما اكتملت، تمام؟ هذا 60. طب نشوف الان بدنا نبدأ نسمع الصوت. الطول الموجي بيقل، التردد بيزيد، تمام؟ لاحظوا عدد الموجات زادت، معناها الطول الموجي أقل والتردد زاد. الآن أنا بديت أسمع الصوت عند 170. بالشكل هذا بنلاحظ كمان مرة التردد زاد، صار في عندي موجات كتير، صار في عندي طول موجي أقصر، صار في عندي تردد عالي، صار في عندي صوت مسموع. هاي عندي 500 هرتز، بلاحظ انه موجات كتير، كمان مرة تردد طول موجي اقل، تردد عالي، والصوت مسموع لكن بدأ يصير مزعج. هنا طلعوا 1400 لسه، يعني ما وصلناش 10000 20000، لا 1400 او 1500 هرتز. نفس الفكرة، تردد عالي، تردد عالي، طول موجي منخفض، صوت بدأ يصير مزعج بالنسبة لنا. واحفظوا هذه الارقام لان حنشوف الان في عندنا زي خريطة بتبين ايش المزعج وايش اللي مش مزعج، لكنه ما زال مسموع. هنا صار في عندي 5000 هرتز تقريبا، تردد عالي جدا، صوت مزعج جدا، طول موجي قليل جدا. بعد فترة ممكن احنا نبطل نسمع تدريج، لسه ما وصلناش 10000 احنا. ما زال الصوت يعني الان احنا بنحكي لما يزيد التردد بيزيد الازعاج، ما بيزيدش ارتفاع الصوت. لاحظوا وصلنا احنا 15000، بدأ انا عندي السمع خلاص، بديت ابطل اسمع يعني، تمام؟ تردد عالي، طول موجي قليل جدا، عدد موجات كثير جدا، تمام؟ صوت مزعج جدا، لكن بدأ يتلاشى عندي لانه انا بديت اقرب على 20000. هيك تقريبا ال 20000 خلاص بطلت سامع الصوت، تمام؟ هذا اللي بنقصده في التردد، في الطول الموجي، في الصوت الامبليتيود. امبليتيود قلنا بيوصل الصوت لمسافة ابعد زي الطبلة، اما التردد هو انه ايش اثره على اذن الانسان او على سمع الانسان. طيب نرجع للمعلومة اللي حكيناها في البداية، وحدة قياس شدة الصوت هي الديسيبل. الديسيبل is a scale measures sound based on human hearing. يعني الان احنا الديسيبل هي وحدة قياس الصوت بناء على ايش الانسان بيسمع، تمام؟ يعني بتشبك اكتر من شغلة مع بعض عشان يعطيني مقياس لسمع الانسان. في عندنا تطبيق ممكن تجربوه اسمه ساوند ميتر اب، وفي عدد من التطبيقات. طبعا هذا الرمز تبع هذا التطبيق، لو كنت نزلوه من المتجر هذا، لو احنا شغلنا اي صوت عندنا بيجي بقيس لشدة هذا الصوت او بقيس ليه بناء على سمع الانسان. فالديسيبل هي وحدة قياس الصوت. طبعا بالديسيبل مثلا ال 20 ديسيبل هي عبارة عن حفيف الشجر. انا الان بالديسيبل ما بحكيش عن تردد، بحكي عن مستوى الصوت بالنسبة للانسان، تمام؟ بالديسيبل حفيف الشجر مثلا ال 20، صوت الليل بيكون
30، صوت طاحونة الهواء 50. الصوت العادي في البيت، يعني انا لو شغلت هذا الاب ميتر، الميتر اب عفوا، الساوند ميتر اب في البيت عادي بدون ما حد يحكي، حيكون 50 60 تقريبا قيس لي ديسيبل. صوت المكتب مع جهاز حاسوب شغال وهيك ممكن يوصل 70. صوت سيارة لاحظوا 90. صوت مصنع 110. صوت دريل 120. صوت طيارة نفاثة 150. تمام. طيب هذا الكلام اذا انتم ملاحظين اللون بيختلف من اصفر لبرتقالي. ونيجي على هذا، يعني على هذه الخريطة، طبعا مش للحفظ لكن للتنويه، انه لو طلعنا هنا صوت تنفس الانسان لعند صوت السيارة، تمام، ممكن نلاقي بعض الاختلافات في المقاييس، مش مشكلة كتير، لكن انا بدي احكي انه عند صوت السيارة بعد هيك ببدأ مثلا الترك والطيارة والباخرة والرعد، ببدأ ايش يعني احكي عن شغلة اللي بالاحمر مزعجة لعند الاشي الاكثر ازعاجا، الالعاب النارية والطائرات النفاثة عند اقلاعها، تمام. وهنا نفس الشغلة نفس المقياس، احنا لو طلعنا عليه بيوصل انه احنا لعند ال 140 بنسمع بإزعاج، لعند ال 120 بنسمع وقادرين نتقبل، أما عند 80 90 يعني هذا، هي 80 ل 89 هذه المنطقة اللي هي منطقة نيجي نحكي الخطر، إنه أنا ما بدي أتعرض ل مثلا لصوت نويز أو تشويش أو حفلة أو طبلة عالية صوتها عالي أكثر من مثلا 90 و100 وفوق لمدة طويلة، فبحكي للساوند أبوف 85 دي بي ار هارمفول، بيكون مؤذي بالنسبة للإنسان، تمام. طبعا هنا جايب لي كمان الإفكتس اللي ممكن مثلا نتعرض لها لو احنا تعرضنا لهذا الصوت لفترات طويلة، ممكن يعني احنا نتعرض للصوت لفترات طويلة ايش اللي ممكن يصير فيه عندي، ممكن عندها لحظة فقد، يعني يوصل لفقد السمع، تمام. اجمالا هذا بالنسبة للصوت كمقدمة، وبالنسبة للأنالوج الصوت الأنالوج والمصطلحات الخاصة فيها، الفريكوانسي، وحكينا عن الويف لينث، حكينا عن الأمبليتيود، حكينا عن السايكل، حكينا عن وحدة قياس الصوت، حكينا عن الديسيبل بشكل مفصل. إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة راح نحكي عن الديجيتال أوديو بشكل مفصل. يعطيك العافية.